صوت الشعب تقدم حوار فاتن، برنامج يطل على الحياة الفنية والمحلية والعربية بأوجهها وأقنعتها مع فاتن حموي. عبر إذاعة صوت الشعب وعبر برنامج حوار فاتن، مرحب فيكم مستمعين الكرام. كل يوم نحن بمواجهة مع حالة معينة بالبلد، ممكن أوقات تنقطع طريق، ممكن أوقات عجقة سير غير معروفة الأسباب وغير محمودة النتائج. لذلك كان تأخير ضيفنا اليوم كان من المطلوب أنه نطلع عليكم بعد موجز الساعة 4:30. بكل الأحوال وصل. من وين جاي يا ضيفنا العزيز؟ من صور لهون، وانقطعت الطريق وطريت تغير طريقك لتقدر توصل. بالنهاية وصلت، المهم النتيجة، ووصلت بسلامة. أنت عادة بتخطط، بتحلم وبتسعى لتحقق حلمك. مش بس حلمك، هو كان حلم كتار أنه يكون في لا مركزية للثقافة ودور سينما الناس نسيتها، حتى أصحابها ما كانوا عارفين أنه بعد في حدا يفكر فيها. من سينما ستارز لسينما الحمراء لسينما ريفولي، لا حين وصولنا إلى افتتاح المسرح الوطني اللبناني، وأخيرا وليس آخرا، بما أنه دائما أنت بحركة ونشاط، كان في احتفالية إلى ملحم بركات. أهلا وسهلا بأسم اسطنبولي. أهلا وسهلا فيكي، وبتحية لكل الناس اللي عم يسمعونا. هذا بهالبلد بدك دائما بدل عندك هيك مفاجآت، يعني ما في شيء هيك مخطط مثل ما بقولوا بالقصص. أنا هيك قاعد هلا وقدامي الله يرحمه رضوان حمزي، تحية لروحه. بالنسبة لي بيعني لي كتير، وحتى لما فتحنا السينما الحمراء هو كان موجود وكان معنا بلجنة التحكيم الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي. وبتعني لي هالإذاعة، بتعني لي صوت الشعب، يعني لي رضوان حمزة. إن شاء الله عن قريب حيكون نعمل شيء بصور. تحية لروحه، الله يرحمه. تسلم. مسرح اسطنبولي أشهر من نار على العلم، بس هيدا ليكون عنا هالشهرة الواسعة لمسرح اسطنبولي، عم بحكي على صعيد الإعلام وعلى صعيد الناس المعنية بالمسرح والسينما والموسيقى، في تعب، في جهد، في تخطيط، في تفكير. كتار بيقولوا أنه قاسم اسطنبولي الممثل والمخرج في سن مبكرة استطاع أن يقوم بكل هذا. كيف استطعت أن تقوم بكل هذا قاسم اسطنبولي؟ لا، بالنسبة للناس يمكن بيشوفوا أنه شخص أو بس، أكيد ما في حدا بيقدر يعمل هذا اللي نعمل طبعاً. لولا إيمان أشخاص هن تطوعوا وناضلوا من بداية هالمشروع لليوم. يمكن شخص بحاول يبلش بمبادرة فردية، ولكن لما بلاقي إيمان ناس حواليه كل يوم، كل واحد بيجي على المسرح، كل الجمهور اللي بيحضر، الفنانين اللي بيجوا على نفقتهم الخاصة بالمهرجانات اللي بنقوم فيها، تعب الفريق اللي عم يشتغلوا، المتطوعين اليوم، الشباب اللي عم يجوا حتى من بلاد تانية على عصور ليقاموا يشتغلوا معنا ويدربوا شباب وصبايا بمدينة صور أو بالنبطية. لولا هود الناس هذا المشروع ما كان ممكن يكون. فتحية لكل فرد. في كاريزما وفي ثقة قبل ما نقول أنه في فريق. طبعا في فريق، لو ما في روحية الفريق لم يكن كل ما ذكرناه حصل. لكن الحلم بدأ بمسرح شنطة ومسرح مفتوح، بعدين رجعنا قطرناه بأماكن. خلينا نخبر مستمعين صوت الشعب عن مسرح الشنطة. بالنسبة إلي ما بلشت بـ 2008، كنت بالجامعة اللبنانية بمعهد الفنون. لو سمحت فينا نستقبل أول مداخلة معنا قبل ما نتابع. تفضل. بمسرح الشنطة ما رح أعرف عنه هلأ، هو كمان باحتفالية، بس كمان لأنه بيحترم عملك نقيب، ما رح أقول عن اسمك إلا لختام المداخلة. تفضل، ماذا تقول عن قاسم اسطنبولي وما يفعله هو وفريقه؟ مساء الخير إليك فاتن، مساء النور فيك قاسم وللمستمعين جميعا. مساء الخير قاسم، بدي أقول لك أنت المناضل والمقاوم الشرس يلي يسعى وراء حلمه وبكل جهده ليحقق هذا الحلم. وطبعا مثل ما قالت فاتن، هذا مش بس حلمك، كان حلم ناس كتير عندهم هالشأن الفني والشغف الثقافي، انه في لا مركزية النشاطات الثقافية والفنية ما تكون بمحل واحد، تكون بكل المناطق. وانت بقول لك مقاوم شرس،
انت انسان عندك شغف كبير للفن، للسينما، للمسرح، للموسيقى، تستحق التقدير. وانا قلت لك انا كثير انت حققت الحلم اللي ما قدرت احمله، انت اشجع مني والله يعطيك الصحه والعافيه وتستمر وتبقى لهالمدينه، لمدينه سور، لكل منطقه حليت فيها كان بسور او بالنبطيه او باي مكان بتحل فيه، دائما بتخلق من الموت حياه، وكانك عم ترجع من طائر الفنيق عم تحيي كل الاشياء الميته واللي صارت بالمجهول. يعطيك الف عافيه اسم اسطنبولي، وانا كثير بحترمك وبقدرك. نقيب ممثلي المسرح والسينما والاذاعه والتلفزيون نعمي بدوي، لما تقول لشخص انه انت قدرت تعمل اللي انا ما قدرت اعمله، هاي جرأة أولاً وهيدا اعتراف ثانياً، وهيك أنت معهود لألك. شو ممكن تطرح عليه سريعاً سؤال نعمي بدوي لقاسم اسطنبولي؟ أنا بدي أقول له يا قاسم قديش بعد فيك تحمل، يعني أنا بشكر كل اللي بيوقفوا حدك وبيساعدوك وبيمدوا لك يد العون، قديش بعد بده يكون عندك صبر لدرجة أنه النبي أيوب حيتدين منك صبر. الله يديمك، إن شاء الله نكمل هذا المشوار طالما في محبين مثل حضرتك وناس مؤمنين، نحن نكمل للآخر هذا المشروع المهم، يبقى بعد ما نحن نروح يبقى لغيرنا، وهذا الهدف. ليك اللي عم تعمله قاسم عم بقلك في كتير، أنا من الناس اللي حلموا أنه يعمل شيء قريب من هون وما قدرت لأنك أشجع مني أنت، وعم بحكيها بكل صراحة بدون خوف، الله يخليك هيك من القلب للقلب، وقلت لك إياه هذا الكلام أنت بتعرف قبل هالمرة أقول لك إياه وأقول لك إياه باحتفال قدام العالم كله. أنت إنسان مكافح، إنسان مناضل، إنسان مقاوم، وعندك عندك جلد انك تتحمل كل شيء، واللي عم تعمله اكثر من رائع. وانا بقول لك ما في حدا يتعاطى الشأن الثقافي ما في الا ما يرفع لك القبعة، انت تستحق هذه الاحترام والتقدير لانك بمجهودك انت عم تفرض حالك. الله يديمك، شكرا، الله يخليك استاذ، كلنا بحاجه لامثالك، وانا بشكر كل واحد عم بمد لك ايد العون، وانا بعرفهم يمكن واحد واحد، لازم لذلك لازم تكونوا دائما حوله والى جانبه ويدا بيد لا يمشي قدما بالمشروع 100%. كل قدراتنا نحن في بنسخرها في خدمه هذا المشروع، بس انا عم بقول اللي واقفين حده حتى ماديا ومعنويا وكذا، لانه بحاجه هالانسان للدعم. ويسلم تمك نقيب، يعطيك الف عافيه. يعطيك الف عافيه فادي، شكرا، يا هلا فيك، مع الف سلامه. شو قاسم اسطنبولي عندما يقول لك النقيب أن بأنك أشجع وأنك أجرأ منه، وأنه هيدا كمان كان حلمه، هيدا حلم كتار أساسا. خلينا نبلش بمسرح الشنطة مشان ما نضيع المستمعين، لنرجع نكمل بالأحلام يلي تم تحقيقها ولازم نحافظ عليها كلنا سوا، مش بس أهل الجنوب ومش بس فريقك. تفضل قاسم. بال2008 بلشوا نعمل مسرح الشارع، كان الهدف هو مسرح الشارع هو عالم مختلف، انك تكوني قريبه من الناس، انك بلشت فعلا وقت يعني كانت وقت الحرب على غزه، وكنت انا بالجامعه وبلشت نعمل مسرح، احمل شنطه لقيتها بالجامعه وبلشت احط فيها السينوغرافيا العرض، يعني الاكسسوارات وتيابي وغراضي، وصرت افتل على الضياع وعلى المناطق، وبعدين بلشنا نعمل فرقه من المعهد انا واصحابي، وبلشت انا كمان نعمل عروض مسرحية مع بقضايا معينة لعلاقة بالمرأة، لعلاقة بالحرب الأهلية، لعلاقة بالجنوب، بمشاكل اجتماعية، قضايا سياسية، تبلش نعمل مسرح ضمن مظاهرات، احتفالات، وين ما كان، يعني نحاول نعمل شيء لتطورت هذه التجربة أكثر، لبلشنا نعمل فرقة وبلشنا نشارك بمهرجانات، وأول مهرجان رحنا على إسبانيا على مهرجان الماجرو، كنت أول مرة بيختاروا فرقة على الإنترنت، وأنا ما كان عندي باسبور أيام لروح، ففعلا كان في تعب، يعني حتى نحن نروح نحط كل أغراضنا بالبيك أب ونروح من ضيعة على ضيعة، حتى لما سنين يطلعوا بالبيك أب ما في سيارة تانية، كان بالعكس هذا الحلو. عندكم طاقة وعندكم موهبة، وكانت الحاجة أم الاختراع، أنه إذا ما في مسرح قدر يحتضننا، الشوارع مفتوحة والساحات مفتوحة والناس قلوبها بتستوعبكم، والناس كان عندها عطش
لحتى تشوف هذا النوع من الفنون ورحتوا لعندهم، يمكن لذلك كان في هذا الاحتضان. هذه كانت المرحلة الأولى قاسم اسطنبولي. وكان بهالفترة يعني بلشوا نعمل مسرح، فوالدي كان بالنسبة له أنه عنده حلم أنه أنا يعني بالنسبة له أعمل مسرح بالمدينة. وبال 2009 ضل هالحلم موجود، ولكن أنا فقد بي جسديا، وضل هالمشروع موجود لعند 2014 بعد ما نحن سفرنا بالعروض المسرحية، رحنا على تشيلي، رحنا على دول عربية، حتى مهرجانات بالأردن، بالجزائر، بإسبانيا. فآخر مشوار كان بهولندا بمهرجان Dancing on the Edge، الرأس على الحافة. بعد هذا المهرجان قررنا نفتح مسرح بسور. مين قررنا؟ كنت أنا وشباب معا بسور، يعني لقيت أنه هني كمان حابين يعملوا، حابين يلاقوا مكان يعبروا عن حالهم بحرية. يعني مع أنك أماكن، أنه أنت هلأ بنحكي بشكل عام أنه الأماكن كلها اللي موجودة أماكن فيك تعمل فن، ولكن فن مقيد موجه. بتقولها دايما أنه للندوات الشعرية والندوات السياسية فقط لا غير، إجمالا الأماكن الموجودة. ودايما الفن منفكر نحن أنه مرتبط بالشعر وتوقيع الكتب، مهم هذا، يعني هذا الشيء يكون موجود، ولكن في غياب للمسرح، للسينما، للموسيقى. مع العلم تاريخيا بكل مناطقنا، لكل اللي عم يسمعونا اليوم، بصيدا كان في 9 سينمات، بنت جبال كان فيها سينما، جزين، مرج عيون. نعرف أنه السينما تراجعت بالعالم وفي عوامل اقتصادية وتطور والآخري، ولكن طيب بظل هذا المسرح ما في قد ما يصير في تطور المسرح به، لأنه هو علاقة المرسل المتلقي، علاقة مباشرة دائمة. المسرح ما ممكن أبدا أن يموت، ولا لأنه بقي بهذه العلاقة الإنسانية اللي لو من آلاف السنين لليوم حيضل المسرح موجود، حيضل الرسم والشعر وكل الفنون. ولكن غياب أنه هالشباب ما عندهم مكان يعبروا فيه. طيب نحن اليوم بكل القرى والبلدات، طيب ليش ما في مسرح؟ هالشاب اليوم بيطلع من مدرسته، طب شو ممكن يعمل؟ شو هي إذا نحن ما عملنا فن ورياضة، شو ممكن يعملوا هالشباب؟ الأساس، الظرف اللي عم بعيشه البلد اليوم ناتج من هذه المشكلة الأساسية. المسرح والسينما والموسيقى هن اللي بيعملوا وعي عند الشعوب. اليوم الطبقة الحاكمة بهالبلد اشتغلت على أنه تهمش هالشباب، على أنه يكون دايما ما في أولويات عندهم، ما عندهم أفق، ما عندهم وعي. التغيير بيجي من خلال هالثقافة، من خلال ثقافة حياة. هذا المسرح والسينما هو بيبني الذوق العام للناس. فأنت اليوم تحكم بالناس لأنه ما عندهم وعي، وهذا الوعي ناتج عن غياب المراكز الثقافية، ناتج عن هذا السبب الأساسي اللي اليوم نحن بحاجة لا صورة فكرية، بحاجة الناس ترجع توعى من جديد انه نحن في اولوياتنا، في إلنا حقوق، في علينا واجبات. ما نقبل ابدا بالذل، ما نقبل ابدا انه نكون خاضعين. وهذا الفكر اللي احنا بحاجة له، بحاجة لهالثورة الانسانية. اذا نحن بالجنوب يعني عنا هيدا الفكر، الفكر انه انت ما تكون خاضع، ما تكون مذلول. فللأسف بدنا نتوقف هلأ مع موجز للأخبار، ومن بعده نتابع حوار فاتن مع الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي. انتظرونا بالجزء الثاني لنتحدث أكثر بشكل معمق عن الحلم الذي أصبح واقعا. بداية الحلم، كيف كان التفكير بأول سينما تم افتتاحها، وشو كانت هذه السينما؟ نحن لما بلشنا بالمسرح بالأول، مسرح صغير سميناه مسرح الغرفة، هذا أول شيء بالمسرح. كنا بنفس الوقت اللي نعمل فيه النشاطات، كنا تعودنا سنلاقي الناس الأولاد ينطروا قدام الباب يقولوا عنكم سينما، عنكم مسرح. فهذا الشيء بالنسبة لنا خلينا يعني نفكر بطريقة ننتقل لنروح على سينما الحمراء. فصرنا نشتغل نعمل نشاطات بالمسرح، وبنفس الوقت نكون الصبح عم ننظف وعم نشتغل بسينما الحمراء. وبلش إعادة تأهيل هذه السينما، وبست شهور كانوا سريعين شباب لبنانيين وشباب فلسطينيين وسوريين من الجنوب، آمنوا كلهم أنه هالمكان لقلهم. دايما بنسأل عن دور الوزارات بهذا الموضوع قاسم اسطنبولي، وماذا كان دور وزارة الثقافة في ذاك الوقت، وماذا ننتظر من وزارة الثقافة في وقتنا هذا؟ معنا مباشرة على الهواء معالي وزير الثقافة محمد داود داود. مرحبا. مرحبا، يعطيك ألف عافية معالي الوزير. الله يعطيك. أول شيء بدي رأيك في المشروع الذي يقوم به قاسم اسطنبولي والمجموعة المؤمنة بهذه المشاريع الثقافية في الجنوب تحديدا، ولا مركزية الثقافة. تفضل معاليك. أول شيء بدي أوجه لك تحية. شكرا. تحية كمان لأستاذ قاسم. تحياتنا.
ولكمان لجميع المستمعين. شكرا. نعم يعني نحن سبق وأنا سبق إلى هذا بالمسرح ونحن يعني نحن شجعنا جدا جدا كل شيء عم بيقوم فيه هذا الإسطنبولي. نحن بالنسبة لنا الهدف من أهداف الوزارة المرحلة القادمة هي التركيز بشكل كبير على لا مركزية الثقافة، لأنه نعتبر أنه الثقافة والمسرح والفن بكل أشكاله بكل أنواع وتجلياته هو يجب أن يكون مادي في متناول جميع الناس. نعم. ولا يجب أن يكون حكرا على منطقة أو على فئة أو على طبقة من الناس. اللي عم بيقوم في آسن الإسطنبولي هو بالضبط هذا اللي نحن بدنا إياه، هو اللي نحن بدنا نشجعه. إمكانيات الوزارة المتواضعة صراحة هي حتكون بخدمة هذه المشاريع، لأنه هذه المشاريع الشبيهة بمشاريع آسن الإسطنبولي اللي بتعتمد على على الريادة وعلى الإبداع وعلى المبادرة الفردية. صحيح. وعلى الإيمان بقيمة العمل اللي عم نعمله. هذه المشاريع هي حتكون بصلب اهتمام الوزارة، هي بتعطي صورة حلوة للبنان وبالتالي للوزارة. يعني نحن هذه المشاريع الوزارة تستفيد منها بقدر ما بتقدر كمان إن هي تفيدها، وبالتالي نحن بنشد على إيده للأستاذ قاسم وبنقول له نحن مرة جديدة منجدد، نحن سبق وقلنا له إنه نحن داعمينه ومعه ومنشجعه، ومرة جديدة أنا أستلم هذه الفرصة أقول له إنه كمان نحن معه وبقدر الإمكانيات المتاحة للوزارة إن شاء الله حنقدر نحط هذه الإمكانيات بتصرف وبتصرف كل الناس كل المبدعين اللبنانيين الطموحين اللي بعضهم بحسوا بعضهم بيأمنوا بهذا البلد وبدهم يقدموا شيء لهذا البلد. يعني رجاء كمان يكون في خطة واضحة مع الوزير. نحن نقدر كل الوزراء اللي قطعوا، خاصة نحن دايما على تواصل معهم بإذاعة صوت الشعب، دايما منقول يا ريت الخطة تكون واضحة الملامح وتكون بمتناول الجميع، ودايما بتقول أنه بحسب يعني مقدراتنا وبحسب نعم. معطياتنا وبحسب موازنتنا. أنا عم كون واقعي جداً معك، ما بدي لك إنه أنا الوزارة اليوم بقدر كل مشروع بتقدم لهذه الوزارة بقدر أنا أمنه. ما فيك تحتضنه مادياً من ألف إلى ياء. صحيح. واضح. أنا حكون واضح وصريح، ولكن نحن لا يعني أبداً إنه نحن عم نتخلى عن هذه المشاريع. نحن معنوياً داعمين بقدر المستطاع، ونحن هنجرب بإمكانيات الوزارة وبالإضافة إلى يعني نحن مثل مقدر الوزارة قدرتنا أنه نجمع نأمن تمويل لهذه المشاريع 100% من خلال علاقات الوزارة مع القطاع الخاص مع شركة مع يمكن هذا هو المؤمل منكم دولية مانحة من لبنان من خارج لبنان. نحن عم نسعى بهذا الاتجاه لأنه بعتقد صراحة هذا يعني أحسن شيء نقدر نعمله، هذا أحسن شيء نقدر نعمله. ما نركز شوية على التمويل لأنه إمكانيات وزارتنا للأسف يعني أولى بصراحة، يعني الإمكانيات متواضعة بس، ولكن لا يعني أبداً أنه نحن فاقدين الأمل، بالعكس نحن هذا بشكل بالنسبة لنا حاكم حفز وتحدي. هيدا أولاً طبعاً. وكل إنسان بيقدر، يعني هاي قاسم بالنهاية كان لحاله صاروا مجموعة كبيرة وقدروا يحققوا الحلم، فبالتالي هني كمان مثال يحتذى، فما بالك حضرتك بالحكومة. معالي الوزير إن شاء الله قريبا بتكون ضيفنا لنحكي أكتر. شكرا محمد داود داود وزير الثقافة، إن شاء الله على وجودك ونحن معك ومتابعينك. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية من صوت الشعب. يا هلا. بيقول لك الوزير الأول والثاني والثالث والأخير الأخير هلأ مع احترامنا لألون نحن معك، ولكن بيقول لك بكل صراحة أنا ما عندي إمكانية أقدر ساعدك بمحل معين. كنا عم نحكي عن السينما الأولى واللي هي تم إخفالها، يعني بالنهاية للوزارة ولا غير الوزارة قدروا يدعموا افتتاح هذا المشروع اللي هو مفروض يكون الدعم فيته مش بس على منطقة الجنوب على لبنان ككل. خلينا نقول شو صار بأول سينما. بأول سينما بعد سنتين يعني ما بنعرف الأسباب لحديث هلأ مبهمة، فقرروا أصحاب السينما أنه السينما الحمراء أنه ما يجددوا العقد بحجة أنه يمكن بده يرجعوا يعيدوا ترميمها بشكل حديث، يعني يكون فيها إمكانيات أفضل. ف
فلهذا الشيء نحن قلنا ما عندنا مشكل بالنسبة لنا أنه بنطلع من السينما إذا تحسنت هذه السينما إمكانياتها فليكن. للأسف هذه السينما ما زالت إلى اليوم مقفلة، ما نعمل فيها أي شيء. تم بيعها ولا؟ لا هي ملك أصحابها ولكن ظلت مقفلة لليوم، يعني ما نعمل أي شيء يذكر فيها، لا تستخدمت ما افتتحت كمكان تجاري ولا شيء، يعني ما نعمل فيها أي شيء للأسف، يعني هذا الإقفال إقفال قصري. انتقلنا من بعد على النبطية. اعتبرت انه كان في ناس يعني مش محبذين للفكرة كانوا وراء، يعني كان في جهة سياسية وراء اقفال هذا المسرح. اعتبرت رحنا على النبطية. نعم بالنبطية. ما جاوبتني قاسم اسطنبولي. بالنبطية اعتبرت انه كان الاقفال القصري، يعني كان في جهة متضررة من هذه الحركة الثقافية الفنية في منطقة صور، وبالتالي تم الإعاز بعدم تجديد العقد لصاحب السينما. بالنبطية ما بدك تجاوب. طيب رحنا من صور قلنا بننزل على النبطية. أنا أول مرة بطلع النبطية بحياتي، فبالنبطية لقينا سينما ستارز اللي هي آخر سينما موجودة بالنبطية. بالنسبة لي مدينة جديدة، ناس جداد، بيئة يعني تختلف نوعا ما عن صور، وبلشنا كل يوم ناخد هالشباب من صور بعدنا ما بنعرف حدا بالنبطية، وبلشنا نعيد تأهيل سينما ستارز اللي هي واحدة من أقدم السينمات بالنبطية. هالسينما الجميلة اللي أنا كنت مقفلة من كم سنة؟ 27 سنة. سينما الحمراء 29 سنة، سينما ريفولي 30 سنة. بسينما ستارز بلشنا نشتغل بظرف، طلعنا من نبطي، طلعنا من السينما الحمراء بشهر 4، بشهر 8 كنا عم نفتتح سينما ستارز. سينما ستارز كان تحت الأرض، بلشنا نعمر نحن نقل الرمل شوي شوي وننزل تحت الدراج بالسطل نعبي وننزل هالشباب الصغار الأولاد. في بنت اسمها رفيف معنا لهلأ ما بتترك ولا نشاط، تجي هي وبيا، صارت هي وبيا يحملوا الرمل والحجارة ونفوت على قلب السينما. بعدين بلشنا نكون فريق بالنبطية، الشباب باسل وبشار وحسن ودانا، بلشوا هالشباب والصبايا هن من النبطية يحسوا هيدا المكان لقلهم. فتحنا هيدا السينما وتأسس مهرجان لبنان السينمائي الأفلام القصيرة، مهرجان لبنان المسرحي اللي اليوم نحن حنشهد سادس دورة من هذا المهرجان. بالمهرجان الأول كان عم يجي 12 دولة على صور، مسرحية من أوروبا، من السعودية، من إيران، من مصر، من الجزائر. هالضيوف اللي يجوا يحملوا علامة بلادهم. الناس بلشنا نعمل كرنفالات، نجيب الناس من الشارع على المسرح، بعدنا ما تخلينا عن الشارع لأنه نحن أصلا بلشنا بالشارع. فالفرج المسرحي الجميل للناس، وخصوصا الظروف اللي عم تمر فيها البلد، الوجع، الناس بحاجة للفرح. والدليل اليوم ما ممكن تفتحي مكان الناس بتفوت. الناس بلك بلبنان بقولهم في مشكلة، ما في جمهور، ما في جمهور. إذا أنتوا بس عم تعرضوا بمكان واحد أكيد بده يكون في هذه المشكلة، ولكن مين بيكره الفرح؟ مين بيكره الحب؟ مين بيكره الفن؟ افتحيلهم للناس، الناس بيرجعوا للطبيعة الإنسانية الحقيقية. ما في أجمل من المسرح، وخصوصا هذا المكان لما يكون مجاني. كل النشاطات اللي منقوم فيها ليش مجاني؟ لانه اليوم انت بمرحله بدك مسرح وطني، بدك مسرح قومي، بدك مسرح مجاني للناس. لما بتفوتي على المسرح اليوم بيجوا بصور لعنا، بيقعدوا مع بعض على نفس ما في في اي بي، ما في حدا بيدفع يقعد ولا اول واحد، الناس بيقعدوا مع بعض. يعني بتجي ست المنزل مع الصبية اللي بتشتغل عاملة المنزل، بتقعدي وياها على نفس الصف. بيجي كل الناس بيقعدوا بالمسرح، المسرح بيعطي مساواة، بتتشارك الفرح انت والناس. هذا المسرح هذا هدف المسرح، يجمع الناس على الحب، على آلية إنسانية. بس كمان بده يكون احنا نتوخى ماذا نقدم للناس كمان أكيد. حتى يتشجعوا ويدلوا يتابعوا ويجوا. الفن اللي عم نقدمه للناس، عم نقدم فن ذو ثقافة، أفلام إلى معنى، أفلام مسرح، موسيقى، ورش تدريبية. نحن من 2014 لليوم عم نعمل بورش تدريبية مسرح ورسام وتصوير وسينما، واليوم دبكة وموسيقى. فهذه الورش المجانية للصغار والكبار، شباب وصبايا بلشوا بصور. اليوم في 2-3 منهم بالجامعة اللبنانية بمعهد الفنون، منهم فاطمة دياب اللي شاركت من دراما المرأة. قديش أجمل شيء بهذا المشروع أنه اليوم في حدا كان بلش بهالمسرح، اليوم عم بيشارك بهذا المسرح كممثل مع فنانين جايين من دول عربية وأجنبية بهذا المهرجان. اليوم في المخرج العراقي محمد العامري متطوع معنا بهذا المسرح، جاي من بلده لأنه عم بيقال أنا عم عيش الحلم معكم، عم بتشارك معكم الفرح.
بحس حالي انا هون ملك الدنيا، انه انا عم بسعد الناس، عم بيجي ناس كل يوم بينبسطوا، جمهور بهذا اخر مهرجان موسيقى عرفوا انه بدي يسافر، الناس اللي بيجوا على السينما قالوا له ما تروح خليك عنا هون بلبنان. هل عليها الانسانيه مع الفريق اللي عم يشتغل بالمسرح هي اجمل ما ممكن انك تعيشي. نعم، لو سمحت ايضا بدنا نستقبل مداخله سريعا، عم نستقبل المداخلات اليوم. ما رح أعرف عن شخصك الكريم قبل أن تدلي بدلوك في تعليقك حول ما يقوم به قاسم إسطنبولي. الهواء لك، تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لضيفك الكريم أكيد العزيزة فتن حموي. شكرا. والأخت. بالحقيقة أنا ما صار لي زمان بعرفه لقاسم. نعم. ومن أول ما قعدنا وحكينا حقيقة عجبني قديش عنده اندفاع وقديش عنده حب يعني هيك للصالح العام، للثقافة، للفن، للإبداع. وشغله بتحس إنه ما عندهم القدرة وعم بيكافحوا وعم بيجاهدوا لأنهم يقدروا يجمعوا من الناس يقدروا يقدمونهم ليقدروا يطلعوا بأعمال ثقافية فنية. ونحن بالحقيقة اليوم بحاجة لكتير ناس مثل قاسم بالبلد. شاب طموح، شغيل، مثل ما حكينا ما عنده الحب الظهور لنفسه بقدر ما عنده حب انه يعطي الصالح العام. وهذا الشيء لمسناه بمهرجان ثور خلال مشاركتنا وشفنا قديش فعلا هيك هو والفريق عمل تبعه. نقيب محترفي الغناء والموسيقى فريد ابو سعيد، شاركت بمهرجان الاحتفال بملحم بركات تحديدا. طب انتو كنقابة شو ممكن تقدموا لا قاسم اسطنبولي ولا فريقه بهذه المشاريع؟ كيف ممكن تحطوا ايدكم بايده لا الصالح العام كما تقول، ليس فقط في الجنوب ولكن في باقي المناطق ايضا؟ صحيح، نحن دورنا مثل ما هي النقابة ست فاتن هي دورة انه تحمي الفنان وتحمي المنتسب لها، كمان دورة هي تنشر الثقافة والفن. نعم طبعا، وهذا ضرورة جدا. نحن اليوم يعني أنا بقول دائما كمان الجنوب وصور تحديدا في خامات وعنا كتير منتسبين ونحن ما عارف قديش هني عندهم مستويات رائعة فيما يخص الموسيقى والغناء. أكيد نحن كتير بهمنا ناس نشيطة، ناس طموحة مثل قاسم، نقدر نشتغل ونحط الإيد نحن وياهم لنعمل كتير إشياء، وخاصة بمسرح اسطنبولي تحديدا. والشيء أنا حكيته مع قاسم ورح يكون في إلنا كمان عدة إشياء مشاركات طبيعي نحن نقدم كنقابة وهن كمان من خلال المسرح، وهذا الشيء بفيدنا وبفيدهم، لأنه اليوم تعرفي مش بس بالعاصمة، مفترض نحن علينا أنه ننطلق من خلال كل المناطق، بكرة بالشمال، بعد بكرة بالبقاع طبعا، مثل ما نحن عم ننطلق كمان من سوريا. يعني عنا مهمات كتيرة نشتغل عليها، وشو بدنا أحلى من شخص مثل ما حكيت صفاته بالنسبة لقاسم، عنده هالديناميكية، عنده هالحب، هالشفافية، الصدق يلي لمسته أنا فيه. فنحن أكيد عندنا كتير إشياء، وأنا حكيته لقاسم وبيعرف أنا وفالي من بعد التكريم رح يكون لنا شيء قريبا كمان مش بعيد نحن وياهم بمسرح اسطنبولي. نعتمد على مصداقيتكم، يعني صحيح. لما بتقولوا انه نحن سندعم حضرتك او الوزير الثقافي او نقيب الممثلين، نحن نعتمد على مصداقيتكم عبر هوا صوت الشعب، ونتابع صحيح. هذا الموضوع لنعرف اذا رح يكون فعلا اللي عم بتقولوه حقيقه. ضروري لقلك نحن ضروري كلنا نحط الإيدين، يعني حط إيدينا كلنا بإيدين بعض، جهودنا وطاقاتنا ومعارفنا وكل شيء لحتى فعلا ننهض نهضة ثقافية في هذا البلد يلي كتار منه يريدون أنه ينزلونا لسابع أرض بكل الاتجاهات. فبما أنه في شخص عم يحمل بإيده عم يرفع، المطلوب كلنا نحن نساعده.
طبعا طبعا، وانا من اول الناس اللي مديت وبيعرف خناقاتي. الله يخليك. قلت له اكيد انا حدك، ومثل ما حكينا قبل ما اني فل من المسرح قلت له انه حيكون عندنا شيء مهم جدا هون كمان، ندوه ثقافيه فنيه، نحكي عن الموسيقى العربيه، يعني عده امور حنقوم فيها بها المسرح ان الله راد. والمهم انه نضل عندنا هذا مثل ما بيقولوا زخم النشاط، وخاصه ونتوخى الدقه بالنسبه للاستمراريه، هو اهم شيء الاستمراريه كمان. يعني ما فينا نعمل حفلة ونوقف 100%، النشاطات على مدار السنة تكون. وأكيد عندنا معالي الوزير الثقافي، يعني أنا كمان شهادتي مجروحة بمعالي الوزير، كمان نشيط أنا التقيت فيه كذا مرة، عنده حب كتير لأنه ينعمل شيء، وخاصة بالنسبة لل يعني كمان مهنتنا نحن كموسيقى وغناء، بتعرفي من حفلات من ندوات من أي شيء، يعني نعم هذا الشيء كله بصب بمصلحة العامة، بمصلحتنا كلنا، نحن عندنا مصلحة، خينا آزم عنده مصلحة، نفس الشيء كمان الوزارة الثقافية بتأيدنا، يمكن من خلال معالي الوزير أو من سعادة المدير العام. 100%، شكراً نائب محترف الغناء والموسيقى فريد أبو سعيد، شكراً. أهلا وسهلا، يا هلا. كتار بيقولوا لك لا نشكك بمصداقيتهم، قلنا أنه لهالثلاث أشخاص يعني حتى اللحظة هني عندهم مصداقية واسعة. أنت اليوم ماذا تطلب من كل محبي الثقافة في لبنان والذين لا يريدون لمنطقة أن تكون محرومة بأي إطار بهذا البلد؟ اليوم المطلوب من كل المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين أنه يؤمنوا أنه يتنقلوا من منطقة لتانية، ما يكونوا بمحل واحد. نعم الأشرفية ومنوج وميزي والحمرة مهمين، بس كمان باب التباني مهمة، البقاع، بعلبك، الجنوب، الجبل، كل صور الجنوب، كل المناطق هيدي مهمة، لأنه أنت اليوم كفنان ورسالتك أنك تنقل هذا الفن لكل الناس. الفن حق لكل للجميع مثل ما بقوله، فما فيك أنت تكون بس بالمحل في أرضية خصبة. أصلاً الفرق المسرحية والفنانين هن أصلاً كمان جايين من بلدات ومن ضيع، فللأسف بيصير، لأنه أنا بعرف أنه اليوم المركزية الأساس اليوم معهد الفنون موجود ببيروت، التلفزيونات، الجرايد، الإعلام، الضوء، التصوير، الأفلام، المسلسلات كله بالعاصمة، شركات الإنتاج. نعرف أنه يمكن بالضيعة بتعاني، بالمنطقة بتعاني، طب إذا كلنا رحنا على بيروت مني بيقعد بالمنطقة تاعتك؟ مني بيقعد بضيعتك؟ يا أخي إذا أنت اليوم ضويت، وبعرف أنه الفلوس يمكن والشهرة هي موجودة بالعاصمة، طيب استفيد من العاصمة شوي وفيد الضيعة والمنطقة شوي بمحل تاني، وهيك بتعمل توازن. وأنه نحن كلنا بنتشارك سوا على حب الفن، اللي بيجمعنا هو الفن. فأهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعونا اليوم، أي فنان، المسرح الوطني اللبناني من هلأ لعشر سنين بهذه المدينة هو مفتوح مجانا لأي فنان بده يقدم عمله. أي عروض مسرحية نحن بنقدمها بالمجان للجمهور. كيف ممكن تستمروا بالمجان؟ نحن عنا صندوق على باب المسرح، الناس بتدعم. هلأ بقول لك الواحد أنه ليش بتعملوا هيك؟ طب أنه نحن طب بمحل ما هذا الشيء مطلوب، ونحن بالنسبة لنا عم نعيش هذا الحياة الإنسانية والعلاقة مع الناس، مع الجمهور، مع الناس. نعرف انه اليوم هالناس هن بيدعموا هذا المسرح، هن بيأمنوا. اليوم انت لما تفوت على مسرح انت من حبك لهذا المكان انت عم تدعمه ايمانك. هل تكفي يعني هل يكفي دعم الافراد؟ لا يكفي دعم الافراد، يعني اذا كان في صندوق. هلا في مشكله، نحن اليوم في غياب لسياسات الدعم للثقافه بلبنان. كيف البنوك والمصارف تدعم ببيروت بماراتونات، بمهرجانات، وبنعرف في علاقات وفي برستيج وفيها في ضوا وفي ريد كاربت وهذه القصص. المجي للوزارات، كان وزارة الثقافة ولا وزارة السياحة، هيدي الموازنة بتروح للمهرجانات الغنائية اللي بتصير بالصيف اللي بتقوم فيها زوجات السياسيين. صح. كمان مقسمين الوزارات، يعني أي جمعية في عندها موازنة معينة يعني محددة، هيدي المساعدة السنوية اللي ممكن تاخدها المحاصصة مقسمينة. فكمان هيدا نوع من التسويق. اليوم نرجع لكل شيء بهذا البلد مسيس ومعمول على قياسهم وعلى القصص اللي هن بيقوموا فيها، هيدي القصص اللي عم بتصير. فانت اليوم كمان في واقع معين عم بتعاني منه. لا شك انه دكتور محمد، يعني انا لما اجى على المسرح قلت له اذا انت مبلش هيك انه انت اليوم باول نشاط، وحتى هو يمكن بعتبر اول نشاط شارك فيه كوزير، كان بافتتاح مهرجان مونودراما المرأة بصور.
فالمهم اليوم ان احنا الايديولوجيا تختلف اليوم، بحاجة كمان انه هيدي المعادلة تنتهي بقى، انه كمان حتى الموازنات تتقسم بالعلاقات وللمهرجانات اللي تابعة للجمعيات والاندية اللي تابعة لهيدي الاحزاب اللي هن بيستفيدوا يسوقوا نفسهم ويعملوا حالهم كمان، مثل موضوع البلديات والمخاتير وكل هذه الامور. الهدف منا بالشكل انه نستفيد من المال العام لا نفيد القصص تاعتنا. طب البلديات بيساعدوكم قاسم؟ هلا نحن نحن كل مهرجان اللي بنعمله نتشارك مع البلديه، نتشارك مع وزاره الثقافه وزاره السياحه، حتى عنا الباص اللي متنقل في هذا البوس قدرنا نشتريها بعد ما قدرناش بعد ما اقفلت سينما ستارز. رجعنا لسينما ستارز اللي حاولنا كمان اقفلت سينما ستارز، حاولنا نشتري هذه السينما، بلشنا بالحمراء، حاولنا نشتري هذه السينما بعد سنه وثمان اشهر، بلشت هذه السينما عن جد تعمل نقله نوعيه، واهل النبطيه ما اثروا، تحيي لهم فرد لانه كانوا عن جد محبين لهذا المشروع ومؤمنين بهذا المشروع. اللي صار انه حاولنا نشتري هذه السينما، بلحظه طلع انه في جهه تانية اجت ودفعت مبلغ اكبر ربما ونشرت هذه السينما. طيب اشتريتوا هذه السينما شو عملتوا فيها يا عمي؟ لهلا بعد السينما مسكره. قد ايش اشتغلتوا بهالسينما بالسينما سنه وثمان اشهر؟ لهلا هيدي السينما مسكره ليش؟ طب انت اليوم شريت هيدي السينما اندفع هالمبلغ ليش؟ لتقفل السينما؟ طيب ما هالسينما كانت مفتوحه للناس، شو مين خس شو نحن درينا الناس بالنبطيه؟ مين المستفيد من اقفال سينما ستارز بالنبطيه؟ ليش سالته هالسؤال؟ ما بنعرف. توصلتوا لجواب؟ لهلا ما بعرف بس نحن بعدنا موجودين بالنبطية، بعدنا عم نقوم بورش بالنبطية. طبعا هذه المدينة عزيزة علينا مثل كل مدينة عم نقدر نشتغل كل ما فيها. كل ما بسألك على يعني ما هي الأسباب اللي وراء الإقفال أو شيء دايما بتحاول أنك تغير الموضوع قاسم اسطنبول، ما بغير، ما بدك تفوت بسجلات مع حدا بتعرف ولا لا شغلي لا شغلي ولا بدك تتخطى كل هالعقبات اللي عم بيحطوها بوجه هالمشاريع؟ في من الأساس في عقبات، من الاساس في كل هيدي، بس في مكان مثل ما قال النقيب نعمه بدوي عم تحيي من الموت امكنه كانت ميته احييتوها، قالت مجموعه اسماء رفيف واحمد وما بعرف مين ومحمد وابراهيم ومحمد وكلهم وحده هي وبيا وناس هن ورفقاتهم، الناس هن واهلهم عم يجوا يحملوا الرمل يعمروا يزبطوا ينطفوا. لما سكرنا سنه مسارس او بعدين صدقيني صار يعني يبكوا في يعني في باسل بالنبطيه قال لي طب انا السينما هيدي بيتي، مش الموضوع الناس بتفكر لما بنحكي بنقول قدام سينما ومسرح انه فكروا انه ايه انه ثقافي لا يا عمي الموضوع اكبر من هيك، هيدا بيتنا عائلتنا، الناس اللي نحن اليوم هالخمس ست سنين في شباب وصبايا وعيوا وكبروا وعيشوا بهذه السينما حياتهم وذكرياتهم. ف يعني نحن قفلوا قدامكم الحلم مرتين، مره بصور ومره بالنبطيه قاسم اسطنبولي، وما هيك شو رجعت عملته؟ هذا اليوم في اليوم إعادة تأهيل سينما ريفولي تحولت لتكون المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية بلبنان. طبعا نحن بنتشارك مع وزارة الثقافة لأنه هيدي مؤسسة الدولة، هيدي الوزارة معنيين فيها، سواء قامت بالدور المطلوب أو ما قامت بالدور المطلوب. نحن اللي بدنا نقوله أنه المبصح للصحيح، هذا المكان اليوم إنجاز كبير، هيدا متحف سينمائي، هيدا السينما تاريخ. نحن كمان لما بنعيد سينما هيدي ذاكره المدن تبعيتنا، انه نحن اليوم شو بيبقى اليوم السائح لما بيجي بيشوف وين في اثار وين في مركز ثقافي، هيدا اللي بيبقى، ما حيجي يسال بعدين عن 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 مين كان زعيم هيدي المنطقه او مين كان رئيس هيدي المنطقه. اللي بيبقى الفن هلا ممكن يسال تيقولوا انه بعصر فلان او بعهد فلان تم ترميم او تم اطلاق هذا المسرح او هذا المتحف او لما ابقيت سينما ريفولي على اسمه طالما هلا ما زالت سينما ريفولي موجود، حتى الاسم تبعها بالشكل القديم اللي كان فيه، حتى الكراسي حتى الافيشات كل شيء، ولكن نحن سميناها مسرح وطن لبناني من منطلق ليصير هذا المكان يحسس الناس بانه وجود مسرح وطني في لبنان، وهذا حلم لكل المسرحيين انه اليوم نحن كشباب لما نتخرج من الجامعه لما بدنا نعمل اعمالنا الفنيه ما كان نقدم فيه اعمالنا بالمجان. يعني انا نعم. طب اذا اليوم انت منك معروف كيف بتقدر تدفع اجار مسرح؟ هيدي السياسات الداعمه للمسرح، انت اليوم غايبه. نحن اليوم بنقدر كل المسرحيين، تحيي لكل مسرحي بلبنان عم يشتغل مسرح طبعا، من وكل سينمائي عم يعمل فيلم سينما، وكل الناس اللي ناضل نحن المسرح والفن وامتداد، نحن عم نتعلم من غيرنا اليوم. الله يرحمه جسلين صعب، الله يرحم جورج نصر، اجوا على صور واشتغلنا سوا واحتفينا فيهم بهذه المدينه.
مهرجانات المسرح والسينما والموسيقى والورش كلها اللي عم تنعمل، هيدي ما انعملت إلا بحب، ما انعملت إلا بإيمان الناس اللي إجت، وبكل حب كانت عم ما عندها شيء إلا أنه هي تعمل فرح للناس. قلت قاسم اسطنبولي بأنه أسميته المسرح الوطني اللبناني، ما وصلتك معارضة لهذه التسمية؟ أنه بيعتبروا أنه المسرح الوطني اللبناني هو أمر يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية أو وزارة الثقافة تحديداً، أنه ليه قاسم اسطنبولي بده يسمي المسرح الوطني اللبناني؟ طيب يعمل هو يسمي كحليل. ممكن في بعض الأشخاص قالوا طب نحن ليش مش ببيروت؟ ما نحن ما هدفنا نكون ببيروت، يعني نحن قمنا بمبادرة. إذا نحن المسرح الوطني اللبناني بيصور، أنت عليك تقوم بالمسرح الوطني اللبناني بشكل مجاني ببيروت، هيك قصدك؟ مثلا يعني نحن اللي عم نقوم فيه، نحن ما عم نقول شيء، نحن عم نقول منا المسرح التسمي هي حكرة حدا ولا حد، هي الهدف منا أنه تحسس الدولة بمكان ما أنه لازم تعمل هذا الشيء، تحسس الناس أنه هذا شيء الوطني بالوطنية أنه نحن هذا المسرح إلنا كلنا سوا، هذا لكل شخص موجود بلبنان، لكل حدا، لكل فنان بكل الدنيا. الفن ما له هوية، الفن ما له بلد، الفن ما له دين، الفن هو الإنسانية اللي أبعد من أي حدود وأبعد من أي شيء ممكن يعمل تفرقة. فن يجمعنا كلنا سوا، وهذا المسرح عم يجمع الصغير والكبير، بيجمع كل العالم. لما بتروحي الأولاد بيسألونا بعد الظهر عمو اليوم في رسم، اليوم في مسرح، بيجوا هالأولاد بيجتمعوا بالمسرح صغير وكبير، بيرسموا سوا، عم يعزفوا سوا. هالبنات الصغار هلأ بالسينما شادن ودانا بيحملوا هالكاميرات وبيصوروا، كل بنت عمرها 8-9 سنين عندها كاميرتها، صارت عندها هالأهالي اللي بيجيبوا أولادهم على المسرح بينطرون هالإميات والبيات. لو في عنا 100 عائلة بيجيبوا أولادهم على المسرح عندك شعب مثقف. فهذا الجمال بهذا المشروع. وأنا اليوم هل تخشى من أقفال سينما ريفل اللي هي المسرح الوطني اللبناني؟ دايما أنا بنفس السؤال، يعني بنسأل سؤال، أنا ما بعرف وين حنكون، يعني حتى نحن مع الفريق لما في خطة بديلة، يعني عرفته من السينما الحمراء لا سينما ستارز لا هلا عنا البوسطة بالآخر، يعني شو بنعمل في البوسطة موجودة، ما البوسطة جميلة، يعني عم نعمل مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوية، يعني عم تنقل بالمناطق بهيدي البوسطة كمان. هلأ كنا بعين شياح عين الرماني وقت ذكر الحرب الأهلية، كنا عم نروح بالشارع عم نعمل موسيقى، عم نشوف هالشباب هني شو بدهم يعملوا داخل هذا المسرح. يعني الفكرة مش بس نحن عنا أفكار بجمعية تيول الفنون وانه نحن بدنا يعني عنا قصص، لا، اليوم اي حدا عنده افكار عنده قصص حابب يعملها، عم نتشارك كمان مع المراكز الثقافيه، مع بعض السفارات اللي بيجيبوا افلام سينما، اي فنان، حتى في فنانين عم يجوا بيعرضوا افلامهم، يعني حتى بالمهرجان السينما كمان اجى المخرج غسان سالها بعمل وركشوب. يعني كمان في ناس مؤمنه بهذا المشروع، هذا المشروع لولا ايمان فنانين واشخاص وضيوفنا اللي اجوا عنا اصحاب، لعنا هلا 4-5 سنين عنا مخرج اسباني اسمه انا سينيلو الفاليس بكل المشروع، بتشتغل معنا بتجيب لنا فرق، بتشتغل معنا بتنظف معنا. حتى لما كنا بالحمرة كنا نحن كل الوقت كانت السينما متعبه معنا كراسي، نضل ننظف كرسي بلاستيك تعمل صوت، يجوا يشطفوا معنا. يعني هيدا الحب لما هلا هيدا الحب وهيدا الإرادة وهيدا الإيمان بأنه قادر الإنسان لما فعلا تجتمع قلوب وأفكار بتقدروا تحققوا كل شيء أنتوا بتطمحوا له كشباب وكناس بتحبوا الإبداع والفن. ما في شيء مستحيل، وأنا اليوم إن شاء الله من خلالك بقول إنه نحن هيدي التجربة اللي عمل بصور قريباً كتير رح تكون هالتجربة بطرابلس، ليكون في لقاء إن شاء الله عن قريب المسرح الوطني اللبناني بطرابلس. إيه ابتسامتك عريضة. إيه هيدا الشيء صار قيد التحقيق، هيدا الحلم رح يتحقق إن شاء الله، يعني بوقت كتير قريب. قدي قريب قاسم اسطنبولي وكيف وأنت إلك علاقة، قديش إلك علاقة بهيدا المشروع؟ أول سينما بلبنان بطرابلس، أول سينما طرابلس فيها 34 سينما بالتاريخ، أكثر مدينة بلبنان فيها سينمايات. هذه المدينة العظيمة اللي فيها فنانين كتار طلعوا من هذه المدينة واجوا على بيروت وأسسوا هون. اليوم بتكريم نزار مئاتي لما أجا عمر بوجه له التحية قال بقلب السينما أنا روح نزار مئاتي موجود اليوم بهذا المشروع. حلم نزار مئاتي أنه كان يعمل مسرح بطرابلس، لما قال هيك بقلب المسرح قلت له رح نروح سوا على طرابلس، ومن هاللحظه لليوم نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، وان شاء الله
نقدر نحن وهالشباب وأهل طرابلس نقدر نعيد إن شاء الله مكان جديد ويكون عم نفتتح المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، ويكون في قاعة باسم نزار مئاتي بمدينته، ونعمل لقاء بين الجنوب والشمال، شباب من الجنوب وشباب من شمال لبنان يلتقوا يعملوا سوا أعمال فنية كمان. بكبر القلب على فكرة هيدا الخبر، بكبر القلب كتير يعني. ألف 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 مبروك، أي شيء بتطلبوه منا نحن جاهزين كإذاعة صوت الشعب يعني. بتعرف أنه هيدا من باركن. الله يخليكي. وأنا هلأ قدامي كمان هون عم شوف يعني حطيت الله يرحمه رضوان حمزة، وحطيت وفي جورج إبراهيم عبد الله، يعني كمان أنا بالنسبة لي قد ما بقدر قدرت أعمل مسرح يحاكي قضيته، فتحية له. وإن شاء الله ما منشوف حدا دايما معتقل، كل الناس تبحث دايما عن الحرية، مثل ما نحن منقول دايما الفن، نحن قدرنا نعمل الشيء اللي منحبه بالمكان اللي احنا عايشين فيه، ونحن أحرار بالشيء اللي عنا. الفن بلا حرية ما له معنى، ونحن اللي عم نعمله هو بحرية عم نكون أحرار، لأنه هذا الوجود تبعك، ربنا خلقنا أحرار، ونحن بالحياة عم ندفع ثمن هذه الحرية. وما ممكن وما في أجمل أنك تحسي بهذه الحرية وأنك تشعري بهذه المتعة اللي احنا عم نعملها. متعة أنك تمثل وتكون على خشبة المسرح، أو تكون عبر شاشة التلفزيون، أو بالسينما، وين صارت هذه المتعة؟ تحولت إلى أمر آخر؟ وين الممثل اللي فيك؟ يعني بالبداية يعني بال 2008-2013 كانت أكتر هالمرحلة أنت عم تفكر على مشروع الخاص، مشروع شخصي. بناية الممثل هو مشروع شخصي، أكيد أنا ممثل، أنا درست مسرح، وأنا حلمي أني أرجع دنا يعني عم نفس بطريقة ما. يمكن صرت لما كنت حب أتصور صرت حب صور، كنت حب أنا مثل صرت عم درب بمحل ما، حتى بالمدرسة أنا كمان بثلاث مدارس كمان هذا مهم بالنسبة لي، لأنه كمان مفروض يكون في إلزامية مادة المسرح بالمنهاج الدراسي. إن شاء الله يكون عم يسمعنا وزير التربية إنه ينشغل هذا الموضوع بالمستقبل، يكون في عن جد، لأنه هذا قديش عم بتعزز ثقافة المسرح، قديش عم بتعزز التحرر اللي عم نقول عنه، والوعي والنضج، وعلى القليل هذا الطالب يصير يعرف انه هذا المسرح شيء مهم، وهو حاجة أساسية مش انه للترفيه، وانه مرة نحن نحضر مسرحية او فيلم سينما بالسنة. فان شاء الله هلأ المرحلة المقبلة انه نحن نأسس، نرجع على المسرح، نعمل فرقة، نقدر نعمل عروض مسرحية طالما عندنا مكان ثابت. يمكن للأسف أنه ما كنا عم نشعر دايما بالترحال، ما عم نحس بالأمان، طالما كنا دايما لما عم ناخد كنا الأماكن كنا عم نخاف يخدوها منا. حتى أنا لما بكون نحن بسينما ريفولي بالليل، الشباب اللي عايشين بهذه السينما يعني قديش عندهم كل واحد قصة يعني لدرجة حتى في ناس بالنسبة لهم، في ناس عايشين بالسينما بيناموا بالسينما، فبالنسبة لهم هني السينما هيدا البيت، هيدا في محمد الشانلي معنا بالمسرح بقول أنا، هو من سوريا، بقول أنا مع يعني الحرب حرمتني يكون عندي بلد، بس السينما حسستني بالبلد، حسستني بالأمان. فهالقد هالمسرح بالنسبة لي هو بمحل ما عم بيشارك بالفرح، ولكن أكيد بيرجع المتعة المسرح موجودة. عم نحاول نرجع نقدم شيء بالوقت القريب لحد ما تستكين الأمور إلى حد ما وتهدأ الأمور فيما يتعلق بهذه الأماكن والمسارح والمهرجانات. كمان نأمل أنه نشوف الممثل اللي فيك حاضر على خشبة المسرح أو عبر منصة أخرى. الجينات الفلسطينية اللي فيك دائما تحكي عن الترحال، وأنت يعني لما تحدثت عن أول العروض كانت خلال العدوان على غزة بالعام 2008، ودائما بتقول أنه أحد أحلامك أنك تعرض بفلسطين، نصفك الفلسطيني من الوالدة. ماذا تقول لمن يستمعون إلينا من فلسطين اليوم؟ ماذا تقول لهم؟ يعني خبرنا أمك عن منطقتها. أمي من عكا، وأنا أصلا تربيت بمخيم الباص يعني، وما زلت ساكن. فأنت اليوم معايشتك الفن بينقل الحالة اللي عم بتعيشها اليوم، فهذه القضية قضية إنسانية، المسرح بيحمل قضايا إنسانية. بالنسبة لي أنت كنت عم تحكي معاناة أهلك وناسك وأصحابك من خلال المسرح. كمان تحيي اليوم إلى الأديب سلمان ناطور الله يرحمه، كمان كان حلمنا أنه نلتقي وما قدرنا.
اللي قدر يحافظ على الذاكرة الفلسطينية. سلمان نطور بيقول بلا ذاكرة بتكلنا طباع، ونحن بحاجة لنحفاظ على هذه الذاكرة. فاليوم الشعب الفلسطيني عم بناضل حفاظا على هذه الذاكرة، النضال إن كان بالمسرح بالسينما بالموسيقى بالشعر بالنضال الحقيقي بالشارع، بالنضال بالبقاء بالأرض، النضال إنك أنت تنقل الثقافة لأولادك وللأجيال الجاية. بالآخر ما في احتلال بدوم، ما في حدا بيكون قاعد ببيت مش لقله بضل قاعد، بيجي وقته بفل. وهذا التاريخ بيقول انه كل هذه الحروب اللي احنا عشناها بهذه المنطقة هي حروب من اجل زيادة مكاسب. للأسف لو هذه الحروب بمناطقنا، يعني هالأنظمة اللي عم نعيشها، لو قدرت انها تكون عم تنفق هيدي لتحسين ظروف الحياة، ليكون في مدارس وطرقات ومستشفيات. حتى اليوم بعد ما يصير الحرب تلاقي كلهم بيجوا بدهم يساهموا ويساعدوا ويحسنوا. طب ليش ما جيتوا من قبل لما كانت الناس عم بتعاني؟ نحن بحاجة بكل المنطقة العربية الناس ما تقبل أبدا أن تكون خاضعة، ما تقبل أبدا بالذل. وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم، كل هذا الحراك الموجود، على أمل فعلا أنه ما يرجع يسرقون الحلم تبعهم. نعم. عادة لنرجع للنقطة الأساسية، نسمع ما بعرف إذا حقيقة أو لا، أنه أي مشروع بده يتم بالجنوب في ناس بدها تقتص منه، أو إذا ما شاركتك فيه بترفض أنه يقوم هيدا المشروع، جهة سياسية طبعا. شو عملت قاسم اسطنبولي حتى تركوك حتى اللحظة؟ صحيح عم تعمل مشروع ويتسكر، تعمل مشروع ويتسكر، بس بعدك مكمل. رحت لجهة تانية لتقدر تحسن حالك، لتقدر تحمي حالك قاسم اسطنبولي؟ نحن علاقتنا جيدة بكل الناس. ما كيف بدها تكون علاقة جيدة بكل الناس؟ هذا المسرح مفتوح لكل الناس، كل الناس اللي بيجوا لعنا من حتى نحن بالنبطية. كنت لما عم نعمل عملنا القصص اللي بنعملها بحرية، ما ابدا، لانه نحن ما فينا حتى كرنفالات بالشارع كنا عم نعمل، ما قادر حدا ما كان في لقات، ما قدر حدا يوقف هذا المشروع. يمكن هن، يمكن اللي نرجع للسؤال الاساسي، يمكن اسكى بكتير يعني ريحوك بالمره سكرت السينما. لقلك شغلي ما بصح الا صحيح، نحن ما عندنا شيء نخسر اذا ما فينا نعيش. عنصر المواجهه بده قوه بمحل معين، القوه انك تفرض نفسك بالناس. انت اليوم هذا المشروع من الاساس فرض نفسه بوجود الناس، حمى نفسه بالعالم. هلأ حامي حالك بالمسرح الوطني اللبناني بالناس؟ أكيد. مش بجهة سياسية؟ أكيد لا. ما في رعاية من جهة سياسية؟ كيف بدك تكمل؟ أكيد لا. نحن بكل المهرجانات اللي عملها أنا ولا مرة حدا حكى شيء سياسي بهذا المسرح، ولا سياسي بيوم كان برعاية سياسي. يعني أنت أخذ أنت مانع السياسي حتى ما تجيش جهة سياسية وتقلك. نحن ما منه مشروعنا سياسي. المسرح اكيد بيعمل تغيير بالاخر، في بعد سياسي بالمحل، ما لانه انت بدك تغير بعد اجتماعي مرتبط أوكي. بالسياسي. ولكن انا بشوف المرحله المقبله لما المسرح هيدا بلش يعمل اعمال فنيه تحاكي الظرف اللي عم نعيشه وتحاكي يتم الاقفال، هون بدك تواجهي، هون بدك تفوتي بالصدام. لما انت تبلشي تعملي هذا التغيير اليوم، تحيي الى شوشو العظيم، مسرح لما عمل هذا التغيير، عمل هيدا الواقع، عمل هيدا نبض الشارع، بلش يحاكي القصص اللي عم بتعيشها الناس. وقديش عينا قديش هذا المسرح اليوم كان، خصوصا كانت المرحلة الذهبية، وبالآخر حرقت قلبه على مسرحه وكل الظروف اللي عايشها و و و. فاللي منا نقوله اليوم انه ما فيك انت، نحن بكل هذا اللي صار نحن رايحين للآخر، ما عنا شيء نخسره. نحن بدنا نعيش بكرامه، ما عنا شيء نخسره ابدا. اذا ما فينا نعيش بكرامه فينا نموت بكرامه. بعد طرابلس هلا ما فينا نخبي، ما فينا مخبيين هلا مخبى هلا اكيد هلا محضرين مشاريع كتير هلا خلينا نكون نحكي على امكانياتنا، امكانياتكم حتى اللحظه. نحن عنا حتى انا نشوف المسرح الوطني اللبناني بطرابلس وقاعة باسم نزار ميقاتي. نعم. هيدا بال يعني على المدى المنظور. نعم، هذا المشروع الأساسي، وإنه نحس بالراحة نوعا ما، بلش نكون فريق بطرابلس هو يكون عم يشغل هذه السينما. أكيد نحن ما فينا نروح على طرابلس كل يوم، ونقدر نعمل هذا اللقاء وبلش يعني نبلش هذا المسرح اليوم. هالشباب اللي وعيوا وكبروا بالمسرح هن يستلموا زمام الأمور. يعني هذا المسرح وطن لبنان اليوم عم بيديروا شباب وصبايا من صور من الجنوب، كمان فريق النبطية بعده موجود.
ونقدر نتفرغ نحن بمرحلة ما نعمل إنتاجنا الفني وأعمالنا الفنية، وهذه المسارح موجودة مفتوحة للناس، ونقدر هالشباب هني كمان يقدموا عملهم. يعني اليوم المسارح ما بتشتغل بس بأعمالك أنت، اليوم حتى عم نقدم عمل للأطفال بالمسرح، بلشنا يعني في عودة للمسرح، بس عم تكون شوي خجولة شوي شوي ليكون عندك هذا الوقت، أنه أنت 90% من حياتنا اليوم هي بالسينما. يعني كل الوقت منفكر بالمسرح، منفكر بهذه المشاريع، بنحلم، بقولهم أنا بالليل بحلم، الصبح بنجي بقولهم لا، يعني كل يوم بتقول ما بدي اشتغل تاني، وتحس حالك جاي الصبح شو بتعمل، بتجي الصبح على السينما. يعني هذا العشق الموجود بهذا المحل. قد ما احكي بدك تروحي على السينما لعنا وبتعرفي شو اللي عم بحكي عنه. نعم، بدي اجي على موضوع المناهج. اطلقت صرخة ورسالة لوزير التربية والتعليم العالي آنذاك الياس بوصعب، شو صار اليوم؟ هل أدرج المسرح ضمن المنهج التربوي؟ لا، حتى اللحظة لا. هلأ ما زالت بعض المدارس الرسمية بتعلم مسرح طالما إذا لقيت أستاذ وإنه يدرب ويدرس. في مشكلة إنه يمكن قالوا إنه الأساتذة ما بيغطوا، ولكن حتى الأستاذ المسرح اليوم، طيب إذا هذا ما قادر يمثل بالمسلسلات والأفلام، طيب شو بيعمل هذا تعلم مسرح 3-4 سنين بعمره؟ إنه أبسط شيء يدرس، ومش هذا شيء مهم وأساسي. نعم، بحس بالذل اذا بدي اعلم ببعض المدارس، لانه مش كل مدارس بقول لك المدرسه ما انا عم اعلم كمبيوتر. طب شو خص الكمبيوتر بالمسرح؟ يعني بعدها كمان قصه المسرح، وانه والله ممكن يصير في بعض القصص، يعني بتحس انه بعض القصص مثل شو قاسم اسطنبولي؟ يعني ممكن بعض المدارس اللي نحن بصير عندنا اختلاط او بصير انحلال انحلال اخلاقي بعدنا، انه هذا الفكر انه المسرح ممكن انه بيجتمعوا او بيعملوا بعض التمارين او بيقوم بعض الاصوات، او انه هذا الشيء عيب، او لانه اوكي في واقع معين انت بحاجه انك تغيريه. نحن ما فينا نجي نغير نظام، نحن اللي عم نحاول نمشي كل القصص، حتى العوجة نحن عم نمشي بالشارع وعم خلين يلحقونا قد ما بنقدر لمن نلحقهم هن. هذا اللي عم نحمي حالنا فيه، عم نحمي حالنا بالناس بالطريقة اللي نحن بدنا نروح فيها. أكيد هذه بحاجة اليوم، فمش ممنوع، حرام بقى، عيب بقى الشاب اليوم اللي درس أو الصبي اللي درس مسرح تروح تترجى المدرسة لتدرس مسرح. طب هذه بدها تعيش بالآخر في معاناة لكل الشباب المسرحيين. ممنوع بقى، مش مسموح مسرح ينزل ولا فنان ولا بأي مهنة كانت، بس ولكن انت اليوم طب هذا المسرح ما في يشتغل شيء، شو بيعمل؟ ما قادر يعمل عمل مسرحي، ما قادر يروح يستأجر مسرح يدفع 800 دولار ويعمل مسرحية، او يدفع 1000 دولار يعمل مسرحيته، شو بيعمل؟ طب منين بده؟ لما بتلاقي بي درس ابنه مسرح وبتلاقي بيقعد عندي اصحاب زملائي، طب شو بيعملوا؟ ما اجتهم الفرصة انهم يمثلوا بافلام والى اخره، او بطريقة ما شو بيعملوا؟ كمان بده ينزل إذا بده يعلم، طب كيف منين بيعيش؟ نحن مزلولين بكل الاتجاهات، اللي يدرسين مسرح واللي يدرسين غير اختصاصات، يعني هذه مشكلة أساسا ما في توجيه أو سوق العمل غير اللي عم يتخرجوا من الجامعات، وحدث ولا حرج، بس إذا بدنا ندل النق ما منتوصل لنتيجة. إذا منقدر نكون مثلك ومثل الأشخاص اللي معك، إنكم اشتغلتوا ونضلتوا لا حققتوا الحلم، حققت حلم بيك اولا واخيرا قبل ان يكون حلمك، وهلا حلمك انت بمعزل عن بيك، لوين بده يوصلك قاسم اسطنبولي؟ ما بعرف، هذا الحلم رايق. يعني لما فتحت السينما الحمراء قلت له لبيي انا أنا بعرف إنك أنت مبسوط إنه هالمسرح نعمله، بس هلأ ما بعرف، هلأ نحن إن شاء الله نقدر إن هيك الله يعطينا هالطاقة ويعطينا العمر والوقت وبهمة هالشباب والصبايا الموجودين نروح على طرابلس ونرجع هيك نعمل كرنفال بالشارع ونشوف الناس كيف حتكون سعيدة ومبسوطة إنه هالمسرح عم ينفتح. وأنا وعدته للفنان عمر مئاتي نروح سوا وتشوف حلم بيك عم يتحقق بطرابلس. قد ايه قريبة هيدي الخطوة قاسم اسطنبول؟ ما بدي نختم بغصة، انت اخترت اغنية منا، نحن الحلم تبعنا باقي منا بعيد كتير، ان شاء الله من هون لست شهور
من هون لست أشهر. أيه. أنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك قاسم إسطنبولي، ويعطيك ألف عافية على كل اللي عم بتقوم فيه. اخترت أغنية علي صوتك بالغنى لتكون الختام، ليه أغنية محمد منير؟ هيدي الغنية بالسينما بستارز كنا دايما لما نعمل مهرجان نحس قديش لازم نعلي صوتنا وما نخاف نعلي صوتك بالغنى، وكل ما بنحس بالانتصار نحس بهذه الغنية انتصار، لأنه أنت عم فعلا عم تنتصري على كل الجهل وعلى كل القمع وعلى كل الفساد، عم تحسي بالحب وبالفرح، وقديش تحيي من خلالك، وأنا بحييكي على حبك للفن وعلى حبك لرضوان حمزة. تحيي لكل شاب وصبي امنوا بهذا المشروع، ولكل المسرحيين والسينمائيين بلبنان بقلكن انتو اللي عم تعملوا هالفرح، والله يعطيكم كل الصحة، وشرفونا على صور، شرفونا على طرابلس عن قريب، وإن شاء الله لبنان دايما بيكون بلد حضاري، على أمل نطلع من كل هالمشاكل اللي عم نعيش فيها، وما في شيء مستحيل. لازم كل شاب عم يسمعنا يؤمن بالحلم اللي هو حلمه، يشتغل لحلمه بيتحقق هذا الحلم، وهالحلم صار بصور وبالنبطية وبطرابلس، وإن شاء الله بكل منطقة بلبنان وين فينا نضوي شمعة رح نضوي. شكرا لوجودك معنا، وشكرا لطاقتك الإيجابية، وشكرا لعملك. من حكمة ومن قاسم إسطنبولي وفاتن حموي، فلننشر الوعي لنصبح على وطن. علي صوتك بالغنى، علي صوتك بالغنى.